الفريق بعد ما خسر 2-1 لاحظ أنشيلوتي إنه الفريق صار أبطأ، فشفناه لجأ لثلاث تبديلات هدفها السرعة، ومنها كان جونيور اللي سجل هدفين بفضل سرعته وفضل لمسته السحرية والذهبية. أنا هشيل الورقة لأنه بهاي الموضوع شوي بدنا نركز فيه ونحكي فيه مع بعض. أكيد جونيور أقل راتب من هازارد، وأكيد أقل تكلفة من هازارد، وأقل شهرة من هازارد، وحتى أقل إيمان جماهيري فيه من هازارد، لكن أعتقد من حق جونيور الطبيعي والمنطقي جدا إنه يدافع عن مقعده الأساسي. نزل اليوم سجل، والمرة الثانية سجل، المرة السابقة سجل، في مرتين اللاعب عم يدخل وعم بيسجل، في المرتين واليوم تسجيل وتسجيل هدافين، يعني لمستين مين هذا؟ يعني تيري هنري اللي بيلعب. فمن هون نيجي نحكي بالمنطق، أعتقد صعب شوي ريال مدريد يتعامل بالمنطق على مستوى الشهرة والنجومية ولما يكون بيريز الرئيس، لكن بالمنطق يعني جونيور يحق له الدفاع عن مكانه الأساسي، وجونيور خسر مكانه الأساسي هذا الموسم مطلع الموسم بدون وجه حق بدون منطق، لأنه أنا الموسم الماضي اللي كنت ألعب أنا اللي كنت أساسي، لازم هو يثبت نفسه عشان ياخذ مكاني، لأنه له سنتين ما أثبت نفسه. ما عم بنتقد هازارد لكن بقول بالمنطق الكروي، لكن فرق الشعبية وفرق الراتب وفرق كل شيء أعطى الموضوع كله لهازارد. الآن المباراة في الملعب مرتين جونيور أعلى من هازارد، مش حيصير أساسي بكرة، لكن عم بتكلم لو وصلنا المباراة السادسة والسابعة نفس الوضع، لمتى بده يضل جونيور مطالب يثبت نفسه والآخر مطالب إنه يلعب أساسي عشان كان كويس أيام تشيلسي؟ أعتقد مش حتكون كثير، الموضوع مطول.